بتضطري احيانا تتفرجي عليه؟ بضطر احيانا. اه طب قولي لي، وقفتي قدام ايه مؤخرا؟ اقول لك الحق، حاجه ازعجتك؟ لا طبعا، هو المزعج كتير مع الاسف الشديد. اكتر حاجه بتزعجني ان انا ما بعرفهمش من بعض خلاص، يعني كله خلاص، يعني دي مشكله. نفس الشفافه. لا يعني مش عارفه هم عايزين ايه بصراحه، يعني في بعضهم يعني ببقى مش عارفه هم عايزين ايه. لما نقيب الموسيقيين السوريين الاسبق صباح عبيد منع عدد ممن اسماهم مطربي العري من دخول سوريا، قلتي ايه؟ برافو ولا عشان كده شالوه ولا مفيش حاجه تتغير؟ غالبا قلت مفيش حاجه هتتغير، فعلا مفيش حاجه تتغير، هو اتغير. هو اتغير ومفيش حاجه هتتغير. حاسه ان الحاله دي هتفضل موجوده شويه. اعتقد كده، طول ما في قنوات مفتوحه هنفضل كده. بس ده بيعبر عن احساس عام في الشارع. عشوائيه فظيعه جدا. طب ده بيخليني اسالك، طب مين بيسمع انغام؟ يعني انغام انت بتغني لمين؟ بتغني لكل الناس ولا لبعض الناس ولا بتغني لنفسك؟ يعني ما في النهايه اذا كان الجمهور بيتفرج على ده. بيتفرج. بالظبط كده، جمهور بيتفرج، في جمهور بيتفرج، وهو هو نفسه بيعرف لما يعوز يسمع يسمع مين. احنا كمان مش عايزين نظلم الناس، يعني عايزه اقول لك احنا لو 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 واحده ست عدت مقطعه هدومها في الشارع كلنا هنبص، يعني كلنا هنبص، صح ولا لا؟ طبعا شيء طبيعي. انما لو يعني لو بتكلمي عن الغنى، الغنى يعني لا، الناس لما بتحب تسمع بتسمع، بتدور على مين اللي ممكن يمتعها، مين ممكن يقولها حاجه كويسه. انا مش عايزه اسلم الناس، في قنوات هي عامله كده، هو ده هدفها في الحياه، هي طالعه بالمشروع ده. احنا شغلتنا نطلع بنات شكلهم حلو وبيعملوا اي حاجه. بس على الجانب الاخر لازم يبقى في مشروع تاني، يعني كل واحد بقى بيشتغل على نفسه. يعني اعتقد كده دلوقتي هو اللي عنده مشروع نفسه هو بيقدمه، انما مفيش حد هيجي يقول لك تعالي اعمل لك مش عارف ايه، انت دوري بقى على حياتك، يعني هي هتمشي كده.